نافذتنا على مدينة ولاتا التي تحتضن أعمال النسخة الثامنة من مهرجان المدن القديمة. قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي محمد المحم أن موريتانيا غنية بمواقع أثرية، يسعى قطاع الثقافة إلى أن تلعب دورا في تنمية البلد من خلال بناء أماكن تؤوي سياحة. جاء تصريح المحم في تصريح أدلى به على هامش زيارة أداها لموقع تويريت الأثري الواقع على بعد 50 كيلومترا من مدينة ولاتا. تعتبر الزخرفة الولاتية صنفا تراثيا تشتهر به المدينة منذ القدم، ولا تزال محافظة عليها في الحاضر، حيث لا يكاد يخلو من بيت بيوت ولاتا من هذه الزخرفة. وإلى جانب الزخرفة، فإن مدينة ولاتا التاريخية تزخر بالمكاتب العلمية، بها آلاف الكتب والمخطوطات الثمينة، لكنها باتت على حافة الاندثار. المزيد من التفاصيل نتابعه في سياق هذا التقرير. الزخرفة فن معماري اشتهرت به مدينة ولاتا التاريخية الواقعة بولاية الحوض الشرقي، إذ لا يكاد يخطئ الزائر الزخرفة التي تزين البيوت الولاتية وتأخذ أنماطا وأشكالا مختلفة تجنح في عمومها إلى البساطة. ومن البيئة الولاتية تستخرج المواد التي تستخدم في هذه الزخرفة من طين وحجارة، وتحافظ المدينة التي تعد عمرها بالقرون على تراث ثقافي ثري يأخذ فيه النمط المعماري والمكتبات بمخطوطاتها محورا هاما. ويرجع عدد من الباحثين عودة بعض اللوحات الولاتية إلى ما قبل الإسلام، ويأخذ بعضها طابعا أندلسي الملامح، وتحافظ المدينة القصية على تراثها وثقافتها الأصيلة، ولا تزال تقاوم عاديات الاندثار التي تكاد تطمس هويتها وحضارتها الأصيلة. وتحتضن عديد البيوتات الولاتية المزخرفة عديد المكتبات العلمية تحوي آلاف الكتب والمخطوطات تقاوم هي الأخرى الاندثار، إذ لا تزال الجهود المبذولة في إنقاذها من الضياع ضعيفة، ولم يسعف هذه الكتب العلمية تصنيفها من طرف المعهد الموريتاني للبحث العلمي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو. وقد شكلت ولاتا المصنفة من طرف منظمة اليونسكو عام 96 900 و1000 كتراث إنساني مركز إشعاع ثقافي وعلمي خلال القرن العاشر الهجري، وقد أطلق عليها البعض اسم قلعة العلم والتجارة، حيث إنها إلى جانب إشعاعها العلمي والثقافي كان لها دور تجاري، فقد كانت القوافل التجارية قائمة بينها وبلاد المغرب شمالا والسودان جنوبا. وتظل ولاتا متمسكة بفنها المعماري وزخرفتها ومكتباتها مقاومة عاديات الاندثار التي باتت تزحف نحوها بخطى متسارعة.